هنا جينا اليوم باش نشوفوا جينا هنا اليوم باش نجلسوا مع الساكنه اللي كاينه في هذه الجهه هذه باش نشوفوا المشاكل ديالهم على المستوى المحلي، المشاكل اللي يعانوا فيها من ناحيه السكن، من ناحيه المرافق، نحاولوا نسمعوا لهم شنو هما الحاجيات ديالهم ونديروا معاهم وعد باش نحاولوا ان شاء الله نمثلوهم احسن تمثيل. اديب بن ابراهيم، اكسبير كونطاب ورئيس الهيئه ديال الخبراء ديال جهه الرباط الشمال، كنتقدم في الرباط شله في الانتخابات التشريعيه. هو الحزب الاصاله المعاصره قرر في المغرب كامل يدير شباب ويدير كفاءات باش ينزل البرنامج الانتخابي ديالو. الاولويه اللي غنبادروا بها ملي غناخذوا الحكومه ان شاء الله، حنا واثقين باننا ناخذوا الحكومه، هو اول حاجه هو الشباب. الشباب خصنا نلقاو الحل للشباب، تشغيل الشباب، فرص الشغل، خلق فرص الشغل. باش نخلقوا هاد فرص الشغل خصنا ننميو الاقتصاد، دونك نخدموا على الاقتصاد، على خلق قطب جهويه باش يكون فيها واحد لا كونكورونس، واحد لا كومبيتيتيفيتي ما بين قطب وقطب، خلق بنوك جهويه للدعم الجهه باش تكون واحد الجهويه ويكون حتى واحد الفوارق الجهويه نقصوا منها. وبالنسبه للفوارق لازم بالنسبه للضرائب حنا اش غادي غنقصوا من الضرائب بطريقه اخرى، هو رفع السقف المعفي من الضريبه باش يطلع البوفوار داشا باش يمكنوا داك السيد حتى هو يساهم في المجتمع. وحاجه اخرى بالنسبه كما هضرنا على الصحه وهضرنا على المدارس، الا ولات مدرسه عموميه والصحه عموميه للجميع ما يبقاش هذاك الكلاس موين اللي كيعاود يجبد باش يمشي للمدرسه الحره ولا يمشي للصحه الحره.